بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم أعظم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أعمال يوم عرفة وهي أعمال يسيرة جداً، صلاة الظهر والعصر ركعتين ركعتين، ثم استقبال القبلة والتفرغ للدعاء حتى تغرب الشمس، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام خلف الصخرات واستقبل القبلة وقام على راحلته يدعو الله، وقال للناس: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عورنا. الموقف الذي طالت له أشواق الحجيج وهم يؤمون بيت الله الحرام، يرقبون بشغف تلك اللحظات التي يقف فيها أحدهم على صعيد عرفات، ويبكي هناك مع الباكين، ويرجو هناك مع الراجين، رجاء أن يكون فائزاً مع الفائزين، ومقبولاً بين المقبولين. وأنت جالس أو أنت واقف، كله ادعو ربك سبحانه وتعالى وألح على ربك في الدعاء. وقل أن بعض الناس يشقون على أنفسهم ويذهبون إلى جبل إلال أو جبل عرفات ويتزاحمون عنده، وهذا ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل الدعاء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أكثر من الدعاء، لا تبخل على نفسك ولا على إخوانك، ينبغي أن تدعو لكل الناس جميعا. واستمر عليه الصلاة والسلام في مناجاته لربه وإلحاحه بالدعاء حتى غربت الشمس وتأكد من غروبها وأدرك جزءا من الليل، ثم دفع من عرفات إلى مزدلفة. فإذا وصلوا إلى مزدلفة صلوا بها المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين جمعا بأذان وإقامتين من حين وصولها، سواء وصل في وقت المغرب أو بعد دخول وقت المغرب أو دخول العشاء.